إن شاء الله راح يكون الامتحان إن شاء الله. إن شاء الله. جاي يشوفون السبورة. نعم ست، نعم ست، يلا راح أولا أكتب المعادلة زين، وأرسم المخطط الانسيابي إله. فهذا المثال الخارجي أتمنى تكتبه وياي شباب. نعم ست، أرسم ارسم المخطط الانسيابي لحساب قيمة الواي طبقا للمعادلات التالية. الواي هنا يساوي اكس تربيع زائد واحد اذا كانت الاكس اكبر من الصفر، والواي يساوي خمسة اذا كان الاكس يساوي صفر. اثنين اكس زائد خمسة اذا كان الاكس اصغر او يساوي صفر. هاي عندنا ثلاث معادلات، نقدر نطبق المعادلة الاولى اذا كانت الاكس اكبر من صفر، والواي يساوي خمسة اذا كانت الاكس يساوي صفر. ناخذ المعادلة الثالثة 2x زائد 5 إذا كانت الـ x أصغر من الصفر. كتبت المثال؟ نعم سيد. كتبت المثال؟ نعم سيد. نعم سيد. يلا. نعم سيد. نعم. يلا. هسه بالبداية شو أسوي؟ حتى ارسم مخطط انسيابي، كل مخطط انسيابي اي شكل ابدي يوسف؟ ست بالشكل البيضاوي. هذا الشكل البيضاوي زين. اني كم متغير ادخال عندي هنا؟ علي كم متغير عندي؟ محمد نعيم كم متغير ادخال عندي؟ زهراء محمد كم متغير عندي؟ تسمعوني؟ نعم 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 كم متغير عندي هنا؟ عندي الاكس والواي. نعم اذا عندي شنو ادخال؟ الادخال الاكس فقط. نعم ليش؟ لان الواي شنو؟ الواي اخراج. الادخال شنو هنا؟ فقط الاكس. لو تشوف المعادلات الثلاثه غير متغير الاكس ما جاي تشوف المعادله الاولى. نعم جاي يشوفون المعادلات الثلاثة غير الاكس ماكو متغير زين.
أنا حتى أدخل هنا أدخل الإكس لو أدخل الواي. أدخل الإكس. الإكس. إذن. إنبوت. إنبوت الإكس. زين أنا لما ما دخلت الإكس شعندي كم احتمال للمعادلة؟ ثلاث احتمالات، يا أما أطبق المعادلة الأولى يا أما المعادلة الثانية يا أما المعادلة الثانية. إذن هنا ايش أسوي؟ أسوي اختبار، صح لو لا؟ نعم نعم. كم اختبار؟ من يقول لي كم اختبار أسوي؟ اثنين. ليش اثنين؟ لأن المعادلة الثانية وايد تساوي خمسة. زين بعد غيره كم اختبار أسوي؟ من يجاوبني؟ اختباري اختباري. بعد غير محمد منو؟ كم اختبار أسوي؟ زين محمد صادق. نعم ست. صادق موجود؟ نعم ست. صادق كم اختبار أسوي؟ ست اثنين. بعد على عودة كم اختبار أسوي؟ ست ثلاثة. اللي يعطيني رقم يقول لي ليش؟ على العادة. يقين كم اختبار أسوي وليش؟ أكو واحد يجاوبني لا على التعليم، أكو واحد يجاوبني؟ نسوي ثلاث اختبارات يعني. حسين ثلاث اختبارات أسوي ثلاثة ليش؟ لأن أنا عندي ثلاث معادلات. نعم. زين أسوي لازم ثلاثة ليش؟ يعني ثلاث معادلات، يا أما الإكس أكبر من الصفر. أكبر من صفر أو يساوي أو الإكس يساوي صفر. إذا كم اختبار؟ ثلاث اختبار. هنا x يساوي شنو؟ صفر. وهنا x x شبيهة أكبر؟ أكبر من صفر. من الصفر. وهنا أصغر من الصفر. أصغر من الصفر. زين إذا x يساوي للصفر وين تروح؟ باوع المعادلة، المعادلة عندك. ها؟ ست إذا x يساوي صفر؟ الواي يساوي خمسة. عفيف. الواي تساوي لخمسة. وإذا الإكس أكبر من صفر وين تروح يا معادلة؟ إكس تربيع أول وحدة إكس تربيع زاد واحد ناقص ست. مو هاي أنتوا لو كاتبينها جاوبتوني، بس أنتوا ما كاتبين. لا ست كاتبينها. قلت لكم هاي أمثلة خارجية فالمفروض تدير بالك عليها. إكس تربيع إكس تربيع زائد واحد.
زين، إذا الإكس أصغر من صفر وين تروح؟ بتروح الواي تساوي 2 اكس تساوي لي تساوي لي 2 اكس زائد 5 زائد 5. زين، هاي الاحتمالات الثلاثة المفروض ايش اسويها؟ لازم اطبعها صح لو لا؟ برنت الواي سي. نعم جمعتهم وين؟ هاي الدائرة الصغيرة. حتى وين أروح؟ أروح إلى قاعة الواي. هاي هنا راح أكتبها. شوف راح مش أقول له أقول له برنت الواي برنت واي برنت الواي. زين، نهاية المخطط شو أسوي لي؟ بيضة وست الشكل ماله ونكتب N. راح أقول ال N. فهمنا هذا المثال؟ نعم ست. نعم ست واضح. كتبوه. لو بلش بالمثال الثاني. أمسح قصي. أمسح الصبورة. كتبناه. أبعدنا. يلا راح. سوي سكرين ونقله. يا استخدمت السكرين مسحيس. جينا عندنا أمثلة وين بالملزمة حتى إن شاء الله ندخل على الخوارزميات، نخلص المخططات الانسيابية وندخل على الخوارزميات. مثال أمسح. نعم ست. نعم ست. عيدة. استعيدي يا عيدي. هست واضح. حسين. نعم ست. هست واضح. زين، مثال عندك بالملزمة ارسم مكتوب تبي طالب قال عيدي تمرين اثنين. تبي هنا تمرين تمرين اثنين اللي هو صفحة 16 عندكم إلى اليمين، تسلسل الصفحة فوق 16. تمرين اثنين ارسم المخطط الانسيابي لإيجاد مساحة أي مستطيل. هذا المثال عندك وين بالمنزل معلوم طوله وعرضه. هنا معلوم الطول ومعلوم العرض صح لو لا؟ نعم ست. زين، حتى أبدأ المخطط ايش ارسم؟ البيضاوي الستارت. هاي الستارت. حتى ادخل هنا يقول اقرا هنا عندك اللينث والويدث الطول والعرض. اقرا استخدم ليت والعرض. ليش؟ يعني المساحه شو تساوي لي؟ الطول في العرض. ليت والويدث الار. هسه حتى شنو؟ حتى طلع المساحه شو اختار؟ اختار شكل المستطيل للمعالجة.
راح اقول لي اريا تساوي ال في الدبليو. هاي الحاله شو اسوي؟ لازم ايش اطبع؟ اطبع لين ايش اطبع يقين؟ مساحه يقين ست يقين جاي دز مو يقين جاي دز الطلب بس ماكو موافقه. نطبع الاريا نطبع المساحه نطبع المساحه. جاي شوف هسه الشاشة؟ نعم ست. يلا. نعم ست. هسه شو نطبخ؟ نطبخ المساحة. نعم ست. برنت اريا. برنت اريا وبعد ذلك راح انهي شكل البيضاوي وانت. شوية بالامتحان إذا الله سهل إن شاء الله الأسبوع الجاي شوية انتبهي لهاي الأمثلة. أكو سؤال؟ بس الشكل ست الشكل مع الطباعة ست متوازي؟ متوازي ست بس الرسم إذا هاي بس شوية واحد شكل مستطيل وهذا على شكل متوازي. يلا هسه جيت على المثال الاولى الوراجد المعدل الحسابي للعددين شرط مو عددين شرط اكثر من عدد حتى اجد المعدل الحسابي المفروض شو اسوي؟ اجمع الاعداد واقسمها على شقد؟ على عددهم. مثلا انا عندي اكس واي وزد المفروض دول اجمعهم وأقسمهم على ثلاثة. أقسمهم على ثلاثة. جد المعدل الحسابي للعدد أولا راح أرسم هذا الشكل. بعد ذلك دخل العددين يعني عدد خلينا نقول الاكس والواي دول العددين زين المعدل الافرج يساوي لي اكس زائد واي على اثنين على اثنين ثلاث ارقام على ثلاثة أربعة على أربعة. هسه ايش اسوي؟ اطبع الأبر معدل معدل زين في حالة انه اريد مو بس المعدل طبعت المعدل اريد اطبع القيم قيم الادخال ايش اسوي؟ ست ايضا برنت انا هنا اريد اطبع غير المعدل يعني المعدل واريد قيم الادخال الاكس والواي الاكس والواي إذا بدي الإكس والواي الإكس والواي والواي بس بهاي الحالة طبعاً الأفريج هنا أسوي الـ تجينا على المثال اللي وراء تمرين أربعة
ارسم ارسم المخطط الثلاثي لجمع ثلاثة أعداد الانسيابي لجمع هاي انت راح تحلون انا بس اكتب ثلاث أعداد مع بيان هل سيكون المجموع أكثر من 500؟ زين يلا يا أسماء أسماء شو أخبارك؟ ما موجودة أسماء. يلا يا غدران. نعم ست. بداية. أولا شو أسوي؟ البداية على شكل بيضاوي. وحدة وحدة نجي على البداية على شكل بيضاوي. نعم. هاي البداية. زين. بعد ها غدران ست ندخل شو ندخل؟ احنا ايش قد قايلين؟ قايلين ثلاث اعداد ندخل الاعداد. شوف بالمنزل ايش قايل لك؟ ريد فيرست سكند ثيرد ثلاث اعداد الاول والثاني والثالث. زين أنا أقدر أقول أقدر أقول input x y x y z صح لا ولا؟ نعم صحيح نعم زين خلي أقول له input x y z زين من دخلتهم اني الغايه لقيتهم شو اسوي؟ يلا يا زهراء زهراء محمد نعم سيس شو اسوي هسه؟ شوف السؤال ايش قايل؟ السؤال يقول لجمع ثلاثه اعداد اذا الغايه انا شو اسوي الاعداد شو اسوي لهم؟ أجمعهم ست. أجمعهم ست. إذن الأعداد شو أسوي لهم؟ أجمعهم. صار X زائد Y زائد Z. جمعتهم. زين. السؤال شو يقول؟ يقول ارسم المخطط الانسيابي لجمع ثلاث اعداد مع بيان هل سيكون المجموع اكثر من 500؟ اذا اكو اختبار ماكو ما دام اكو كلمه هل. زين؟ ها صفا. نعم ست. ايش اسوي هسه؟ نعم ندخل اف صم. يعني معناها هنا ايش اسال؟ اقول هل المجموع أكثر أو أكبر من 500؟ زين؟ هو شو يقول؟ يقول إذا المجموع أكثر من 500 فأنت شو تسوي للمجموع؟ اطبعه. وإذا لا اطبعه شو تقول؟ أكبر نعم. من 500. من 500 نعم. هسه شو أسوي؟ لازم أسوي اختبار. إف صم صم أكبر من 500 هنا يس وهنا نو. يقول إذا أكبر من 500 فشو تقول؟ اطبع الصم
أكبر من 500. درين صار تذكرين ذين 500، وإذا لا راح نطبع أقل درين صار خمس هنا. إذا يس نطبع الصام المجموع أكبر من 500، وإذا لا المجموع أقل من 500، ومن ثم شو نسوي؟ الكل وين تروح؟ إلى النهاية اللي هي الان. واضح؟ نعم ست. ممكن تعيد الخطوة الأخيرة؟ شعيب بس الخطوة الأخيرة مع الشرط. هذا الشرط، الشرط شو هو الأولين؟ السؤال شو يقول؟ السؤال يقول إذا كان المجموع أكبر من 500 فأطبع المجموع أكبر يعني أكثر، وإذا لا فأطبع أقل. هو عندي يا يس يا عمرو، إذا كان الشرط إذا كانت الصم أكبر من 500 وين نروح؟ نطبع أكبر من 500، وإذا لا وين أروح؟ أروح إلى أقل من 500، وبالتالي وين أروح؟ للنهاية. زين، هسا عندي مثال. مثال أو تمرين رقم 5. إن شاء الله حتى نكتب بالخوارزميات. الأسبوع الجاي امتحان وبعدها ندخل بما ندخل بالخوارزميات. زين؟ التمرين شو يقول؟ تمرين 5. التمرين يقول ارسم المخطط، ارسم المخطط الانسيابي بحساب قيمة اكس يساوي اي في بي. اذا كان اي اكبر من بي، والا فان الواي يساوي A في B ناي ناقص C أو زائد، مو مشكلة. زين، هاي الحالة أريد واحد يرسم لي المخطط الانسياب. أنا أكتب، يلا يا حنان حسام، حسام طبعا انا اصيح باسمه وما يجاوبني طبعا غياب لان ما موجود. ست الصوت شويه يقطع. يلا وصل وصل فاله. نعم ست. اول شيء نكتب نرسم الشكل البيضاوي. نرسم الشكل البيضاوي. نعم ست. بعد يا وسم نرسم الشكل المتوازي. حتى شو نسوي؟ حتى ندخل القيم الاي والبي والسي. ندخل الاي والبي والسي. والسي. سؤال، اسال سؤال. نعم
زين انا دخلت هسه ال A وال B وال C، ليش ما دخلت ال X وال Y؟ لان ال الاكس والواي مخرجات اذني ادخال الاي والبي والسي. احسنت. الاي والبي والسي. زين يلا يا أفلان، يلا يا عواطف، عواطف يلا يا يوسف. نعم سيد. يسوها يوسف. ست A زائد B زائد C على 2. على أساس A زائد B على 2؟ على 3. أنا هسوين. أنا مثال عندي يقول عندي معادلتين، إذا كانت الـ A أكبر من الـ B نقول الـ X يساوي لـ A ناقص B، وإذا الـ Y يساوي لي. ست ما شفت مو النت كان فاصل استوى رجع. نعم ست. يلا يا علي تحسين. نعم ست. يلا يا علي شو سوى ست؟ إذا كانت الاي أكبر من البي نطبع الاكس. إذا أنا عندي اختبار صح لو لا؟ نعم صحيح. إيش أقول؟ أقول إذا إف الاي أكبر من البي أنا المفروض شو أسوي؟ يس هنا. وهنا شنو؟ هنا نو ناس. اي نعم. إذا يس يا معادلة آخذها. نعم أخذ المعادلة X. الX تساوي A ناقص B. إذا يس. اللي هي X. يساوي A ناقص B. احنا ناخذ في مو مشكلة ما ناخذها في. يلا زين. لا يلا يا رقية. ست برنت الاكس ناخذها هسه شو سوينا؟ انا هاي لما ما كملتها المفروض شو اسوي لك؟ ست نطبعها مو ست برنت الاكس. برنت الاكس. برنت الاكس. يلا يا ضحى. ضحى سعد. ما موجودة ضحى. يلا يا حسين. نعم شد. وين حسين هسه؟ أنا يا مات. حسين الرياض. نعم سيت. حتى ما تقول عيدي. يلا. لا ست. يلا حسين. يلا. سنأخذ القيم مال الواي. إيه. ست. نبى نأخذ البرنت الواي نطبعها. بعدين الإنت. حسين هسه اني قاعد اكتبه قلت اذا يس اخذ المعادله هذه، اذا يس اخذ هذه المعادله، واذا نو يا المعادله اخذها. ست ناخذ المعادله مال واي اللي هي الاي. نعم ست. هي شنو هي؟ ست الاي في بي ناقص هي الواي تساوي اي في بي ناقص السي. زين نعم ست. بعدين نطبع البرنت للواي. برنت شنو؟ برنت الواي ست اي زائد بي مو ضرب اي ست قيمة الواي. اي معادلة سالة مجرد غيرت الاي في البي
ناقصي ايش عندكم انتم بالملزمه تكتبوها يعني. ماشي ماشي زين اوكي زين. انا خليني انتبه هنا راح اسال سؤال وانتبه لي زين. ما راح تصبر قبل لا اسال. هاي انا صارت عندي صبوره صغيره انت حاول ترتبها ما وعدنا الصبوره زين. انا ليش ما جمعت البرنتين سوا فضيتها؟ ست المعادلات تختلف. احسن موعدنا شرطين هنا. احسنت احسنت يعني المعادلات تختلف مو قصه شرطين بس هي المعادلات تختلف فكل معادله وضحت. نعم أمسح؟ نعم لأن هي موجودة بالملزمة. أمسح شباب؟ أي نعم 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 زين. أنا هسه خلصتها إن شاء الله الأسبوع الجاي وصلنا لصفحة 18 زين؟ حسب الترقيم اللي أعلى الصفحة اليسار 18 إن شاء الله نبلش بالخوارزميات. هسه أجي راح أشرح لكم راح أشرح لكم برنامج بالكيو بيسك اللي إحنا وين وصلنا. يا برنامج وين وصلتوا؟ أحد يجاوبني وين وصلنا؟ وياي ما لازمكم يمكم هذا مثال قضيناه السابع. شلون اخر مثال السابع في قضيناه اخر مثال السابع اللي هو شنو هو المثال شو يقول؟ ما هي الخوارزميه التي تخطط السيادي ست المال يقوم بجمع عددين معرفه قيمتهم جمع عددين اكتب برنامج اللي 71 و80. نعم ست. زين كم هنا مثال 9 مثال 9 شو يريد هذا المثال؟ طب قولي شباب هنا المثال شو يقول؟ ما هي خوارزمية الخوارزمية بعدنا ما ماخذيها بنروح للمخطط الانسيابي وبرنامج بالكيو بيسك زين. حتى ارسم المخطط الانسيابي ايش رايك مني يقوم بادخال ثلاث قيم وطباعتها؟ لا يريد نجمعها لا يريد نطرحها لا يريد من عندي شيء يريد مجرد القيم موجوده ومنطيني اياها وقلت اذا القيم القيم معلومه ايش راح يكون الادخال؟ ستليت ليت ليت احسن زين. هسه ايش اسوي؟ راح ارسم بالبدايه المخطط الانسيابي وبعدين البرنامج بالكيو بيسك. المخطط الانسيابي اللي هو ستار انتبهوا هنا المخطط هنا خطا الادخال اخذ له شكل المتوازي خطا مطبعي تنتبهون الادخال ايش اخذ له شكل متوازي شكل متوازي يلا اي يساوي ايش جاي 300 البي يساوي لي 400
ان شاء الله امتحان صيغه السؤال، انتبه صيغه السؤال شوش قايل لك، وطباعه القيم ثلاث قيم وطباعتهم زين، فخافوا الامتحان اذا ما اريد من عندك طباعه القيم بتطبعهم. سي يساوي 500. هنا شو اسوي؟ رايد طباعه فقط. بريد تبقى هنا تطبع لازم ال والبي والسي. هنا بالمجزرة ايش كاتب لك؟ برين سي، يعني صاحب هاي الحالة يطبع بس 500. هو المفروض كلهم شي قلهم برنت، برنت الاي وبرنت البي وبرنت السي. عندك بالملزمة برنت سي فقط تصححها. خوش شباب؟ نعم ست. وياي؟ وياك. وياك. ما اريد تقول بالملزمه خطا وما تصحح، المفروض يكون لك علم، يعني انا جاي اقول لك بالاخطاء اللي بيها اخطاء املائيه. برنت اي بي سي، يعني هو بالملزمه ذاكر برنت سي فقط. خلصنا المخطط الانسيابي؟ ايش راح اسوي؟ راح اكتب البرنامج بالكيو بيس. الخطوة الأولى عشرة ليت، أقول ليت ليت أي أي يساوي ليت 300. أي يساوي لي 300. 20 ليت بي تساوي 400. بي تساوي 400. 30 ليت السي يساوي 500. انتبه لي الاخراج شلون راح يصير. زين انا ايش راح اكتب؟ انتبه هنا هاي 40 برنت، برنت البي شنو؟ البي الاي، الاي والبي والسي 50. برنت البي 60. برنت السي 70 اللي هي الان. زين انا هسه راح انفذ. يلا يا صفا. نعم صفا. انا هسه راح انفذ. ايش راح يكون النتيجه؟ ايش تتوقعين النتيجه؟ نعم يا حسين. نعم ست. يا حسين ايش تتوقع النتيجه؟ ست النتيجه راح تطلع بس الاعداد. يا شو شكلها راح تطلع؟ احنا مو في الاعداد شو راح تطلع؟ نعم ست، راح تطلع 300 400 500. اذا راح تطلع 300 400 500. زين اني حتى اعرف كل قيمه او كل متغير ايش قد ايش اسوي. نعم ست، نخليه مثل بي بين علامات اقتباس. أحسنت. وفاجة منقوطة ويساوي لنا بي حتى تطلع البي تساوي مثلا 400. أقول برنت الأي يساوي اقتباس فارزة منقوطة الأي، وهنا اقتباس يساوي فارزة منقوطة البي، وهنا يساوي فارزة منقوطة السي. هاي الحالة راح تطلع الأي تساوي 300 والبي تساوي 400
والسي تساوي 500. نجي للمثال اللي وراء. ارسم المخطط الانسيابي وبرنامج بالكيو بيسيك لحساب المعادلة التالية: زد يساوي جذر الـ A زائد الـ B. زين، معادلة كلش بسيطة حتى اكتب المخطط الانسيابي. هسه مو افرضها جذر، افرضها نفرض اي زائد ان بي. فالمعادلة شنو هو؟ ستار هنا ادخل كم قيمة؟ قيمتين لا يقول بي حنان موجودة. حنان طالب، محمد رياض، نعم ست محمد، شو دخل يا قيم دخلهم؟ ست الاي والبي. اي البوت الاي فازه البي. زين، هنا ايش اسوي بعد؟ ها حسام، حسام برنت الزد. حسام مرتضى كاظم، نعم ست. يلا يا مرتضى، ست كتابة المعادلة هسه. هسه اكتب المعادلة. زد يساوي تحت الجذر A زائد B. مرتضى بعد ما كتبت المعادلة المفروض شو أسوي؟ تطبع مع النواتج مالت الزيت. بريت الناتج اللي هو شنو هو؟ الزيت. بعد شو أسوي؟ الشكل البيضة والآن بالنهاية. إذا النهاية بالآن. هذا هو المخطط الانسيابي. أريد أكتب برنامج بالكيو بيسيك أسوي حتى يحل لي هذه المعادلة. راح أجي أول خطوة وناخذها ويا مصطفى سبهان. مصطفى سبهان، مصطفى ما موجود، ما موجود مصطفى سبحان. يقين استقينها ما موجودة. علي تحسين، نعم ست. يلا يا علي، أول خطوة أنا عندي معادلة. أول خطوة شو أدخل؟ 16 انبوت. دخلت ليش انبوت؟ القيم ايش فيها؟ عندنا مجاهيل الاي والبي. انبوت اللي هي شنو؟ الاي والبي فازة بي. زين، هنا عندنا السكوير عوضا عن شنو؟ عن الجذر. نعم. زين، لازم ايش اقول؟ اس كيو 20 يساوي ننسى يساوي اس كيو انتبه هنا ما تقدر تكتب جذر اي زائد بي، يعني الجذر على الاي والبي 30 برنت الزد. برنت الزد
زد يساوي قاسم فوقه زد. واخر شيء شنو نسوي؟ نسوي هاي دي ان ايه. ناخذ مثال اللي وراه هاي الاس كيو ار. شنو هاي؟ هو جذر، الجذر التربيعي ما تقدرون تكتبونه بلغه البيسك، فلازم تعوضين عنه شنو؟ اس كيو ار. زين ماما؟ فهمت. هسه شنو تقول هنا؟ سؤال هذه اللي وراه هو معطيك ثلاث مواد، ثم اتصور خذينا مثال قبل لحظة انه قلنا ثلاث مواد نجمعهم ونقسمهم على ايش قد؟ ثلاثة. زين؟ إذا أربع مواد نجمعهم ونقسمهم على أربعة حتى نطلع المعدل مالتهم، إذا خمسة خمس مواد نجمعهم ونقسمهم على خمس. زين؟ وراء مثال شي يقول اكتب برنامج بلغة بيسك لإيجاد مساحة مستطيل ومحيطه. زين؟ أجي هنا أقول عشرة input. L مار زي W. زين نعم المساحة شو تساوي لي؟ الطول في العرض. لا انتبه لي بس لهاي الملاحظة. زين؟ انتبه لي لهاي الملاحظة. راح اكتب هنا المعادلة. هاي هنا معطيني مساحة ومحيط. المحيط هو الان يساوي ال L زائد الطول زائد العرض في زائد العرض في اثنين. في اثنين. زين. هنا 50 برد الاريا المساحه والمحيط والمحيط 60 الان 46 برد. طب قول مو هاي البرد خليتهم اثنيناتهم، شوف هاي المساحه وهذا المحيط خليتهم سوا. انا سؤالي مو هنا، سؤالي وين؟ انتبه لي هنا، انتبه لي السؤال. أنا أفرض هذه مساحتهم وين؟ زين، انتبه التغيير الصار. نفرض انطيت المساحة اي وقلت اي يساوي ان ال L في طول في العرض وياي، شوفها قاعد وال L طول في اثنين وياي لو لا
بريد برنت اي نبغى الله هيك اسوي بس انتبه انتبه على الشاشه شوف الخطا الصح وين وليش هنا فوق 40 مو 50 شباب هنا ما دام تصاعدي ما دام تصاعدي مو خطا هسه انا مو على هاي اصححها مو مشكله يعني بقت مساحتها او بقت مو مشكله خلينا نبقين مو مشكله ما دام تصاعدي يعني هسه هنا اقدر انا اكتب 55 زين انا ما علي بالخطوه ما دام تصاعدي يعني صاعدين مو مشكله لا بس اريد انا هذا الجاي اسوي عندي خطأ نعم ست شنو نعم ست في الاريال اي ست هنا انا اريال هناك اي بالمعادله هناك أي. انا عندي هنا اريال هنا اريال صح لو لا صح نعم ست وحده منهم اذا بقيتها ما تاثر وحده منهم اذا بقيتها ما تاثر وحده نعم ست من بين الدبل كوتيشن اذا بقيت بين ما تاثر نعم ست بين الكوتيشن اذا بقت هي واليساو عاده هاي تنزل نفسيتها بس الاريال ورا الفارزه بعد الفارزه المنقوطه ست تاثر احسنت يعني وين الامسح هاي خلاص انا لان هاي شرط الحركه يعني هنا عندي تنفيذ زين ورا ما ادخل قيمه للار نفر ثلاثه فارزه اربعه النتيجه راح تطلع لي تطلع لي اريال يساوي زين والان يساوي اكو سؤال بس واضح الاسبوع الجاي ان شاء الله مخطط مخططات الانسيابيه امتحان بيها انطيتك امثله خارجيه وانطيتك امثله بالملزمه فالمفروض شو تسوي كلهم تشوفهم تطلع عليهم زين ان شاء الله ان شاء الله ست شويه فقط المخططات الانسيابيه فقط المخططات الانسيابيه زين حاول شويه اتعب نفسك زين؟ إن شاء الله ست إن شاء الله ست بس العفو ست إذا تسمعيني إيه وياك العفو ست أفنان وضحى قطيع عبالي المحاضرة وقتها ب 12 ونص ودخلا ويعني انتهيتي بالمحاضرة فما أعطيتي موافقة عليهم لأن انتهيتي بالمحاضرة قطيع جاي راستون